هكذا بدا المشهد في الإسكندرية ضمن عشر مظاهرات جابت شوارعها، استحضار وتذكير بمذبحة فضي رابعة في أسبوع قاوم الظلم الذي دعا له تحالف دعم الشرعية. هنا في حي المنتزه مسيرة للتنديد باعتقال النشطاء وتعذيبهم داخل مديرية أمن الإسكندرية كما يقول المتظاهرون. أما في شارع جمال عبد الناصر بسيدي بشر فلافتات ترفع تطالب بالإفراج عن الطلاب المحتجزين. وفي شارع محمد نجيب مظاهرة للتضامن مع أهل سيناء ضد التهجير القسري الذي تمارسه السلطات في حقهم. ألتراس آرجي بدوره نظم مسيرة انطلقت من شارع 45 في منطقة المندرة للتضامن مع الانتفاضة الثالثة للسجون. والحال ذاته في مناطق أخرى كالورديان والدخيلة والسيوف وبسليمان والحضرة ومحرم بك وكرموز والبيطاش والهنوفيل وبرج العرب. محافظة الشرقية وتحديدا في قرية العدوة مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسي، يتظاهر رافض الانقلاب منطلقين من مسجد المدرسة بالقرية وسط أهازيج تطالب برحيل عبد الفتاح السيسي. مظاهرة أخرى تنطلق بالخضارية في الإبراهيمية للتأكيد على استمرار الحراك السلمي. وفي قرية زهر شرب من القمح وقفة للتنديد باعتقال عدد من أبنائها وللمطالبة بالإفراج عنهم. وتشهد من القمح مسيرة أخرى تنطلق من شارع ميامي مرورا بالشارع الرئيسي بالمدينة وصولا إلى شارع عبدومك. هذا هتاف رافض الانقلاب في أبو كبير ضمن مسيرة للمطالبة بتحقيق أهداف ثورة 25 من يناير. الحسينية وكفر الصقر وأولاد صقر وهيهية شهدت أيضا مسيرات وسلاسل بشرية للتنديد بتردي الحالة الاقتصادية في البلاد وسوء الأحوال المعيشية.